بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة محترفي أرباح الويب، مرحبا بكم من جديد. أتمنى أولا أن تكونوا في صحة جيدة. إخواني أخواتي، تتم لدورة الربح المال من أمازون كي دي بي. في الفيديو الأخير تطرقنا لشرح طريقة البحث عن نيش المربح. إذن البحث عن نيش المربح هذا يعني أننا وجدنا مجال أو مجال سوف نعمل به أو نيتش مربح، إذن وجدنا عنوان جيد، إذن وجدنا يعني ديزاين الذي سوف نعمل عليه، إذن وجدنا الكيوردز أو الكلمات المفتاحية التي سوف نعمل عليها. إذن في الفيديو الثالث كل هذه الأشياء سوف نجدها. اليوم إن شاء الله سوف نعمل على مجموعة من المواقع، مجموعة من التوز لكي نقوم بإنشاء عمل ونقوم بوضع أول غلاف لدينا أو أول كتاب لدينا أو أول نوتبوك كما شرحت لكم في الدرس الأول في الحساب الخاص بنا لكي دي بي. الآن أول شيء سوف نقوم بالتوجه إلى الحساب الخاص بنا حساب كي دي بي، نقوم بالضغط على إضافة يعني بيبر باك هنا، ثم نتجه مباشرة إلى البيبر باك ديتاي الخاص بنا. هنا كما تلاحظون أتركها بار ديفو إنجليش، ثم نأتي إلى البوك تايتل، هنا يكون العنوان. مجموعة من الأشياء سوف أذكرها يجب احترامها. بالنسبة للبوك تايتل يجب أن يكون العنوان له علاقة بالنيتش وله علاقة بالمحتوى، لا يمكنك، لن يوافق على كتابك أو غلافك إن لم يكن التايتل له علاقة بالمحتوى وله علاقة بالغلاف ولو علاقة بالعمل الذي تعمل به. تيتل يجب أن تكون فيه كذلك كيوردز. بطبيعة الحال أي تيتل تكون فيه تكون فيه الكيوردز لأن له علاقة بذلك المجال. بالنسبة للسيب تيتل، السيب تيتل سوف تقوم بتعريف قصير وملغم، ملغم يعني ملغم يعني متشبع بالكيوردز. ثم ننتقل مباشرة هنا، هاتي اتركها فارغه، ناتي اديتور نمبر اتركها فارغه، ناتي الى الاوتور يعني الكاتب، شيء مهم جدا. فالفيرست نيم واللاست نيم، الفيرست نيم لا تكتب اسمك الشخصي او شيء، لا تكتبهم، فقط مثلا اختر يعني اسم مستعار لك يعرفه بك. فمن الاحسن في الفيرست نيم او اللاست نيم، يعني هذه من الاشياء التي تحقق مبيعات انك تكتب يعني في الفيرست نيم او اللاست نيم كي ووردز التي تكون لها علاقة بالمجال او بالديتاي الخاصة بهذا البوك الذي سوف تعمل عليه يعني. ولكن لا تقوم بإعادة العنوان هنا في الفيرست نيم او اللاست نيم، يعني اكتب الشيء له علاقة مثلا يعني لوفر كيدز مثلا، يعني الشيء له علاقة بالنيش الذي اخترته، هذا اسم بالنسبة اسم الكاتب. بالنسبة للدسكريبسين، الدسكريبسين سوف نقوم بالعمل عن طريق الإديتور HTML، لأن الدسكريبسين يجب أن يكون HTML. إن لم تريد أن تضعه HTML، كل شيء تضعه HTML يمكنك أن تقوم بكتابته فقط. نأتي هنا يعني Publishing، لا تقوم بالضغط هنا، هنا يمكنك الضغط هنا when into copyright and hold necessary publishing right. هنا لا نختارها إلا إن كانت لك حقوق الملكية، يعني لديك حقوق الملكية مسجلة لهذا الكتاب أو هذا العمل. نقوم بالضغط دائما this is publishing domain work، يعني هو عمل يعني عام. يعني بالنسبة للكيوردز، your keywords، هنا يأتي العمل اللي هو جدي ومهم جدا، أن تقوم بكتابة الكيوردز التي سوف تقوم برفع الكتاب الخاص بك في الرانك لكي يتصدر مراتب الأولى ومراتب في البحث. هنا بالنسبة للكاتيجوري، الكاتيجوري ديال هذا الكتاب يعني في أي تخصص هو. ثم نأتي هنا، هل الكتاب يعني يتضمن يعني مشاهد مخلة أو مخل يعني مخصص لأطفال أقل من 18 سنة، استسمح يعني ممنوع على الأطفال أقل من 18 سنة. نقول نو، يعني الكتاب الخاص بنا هو للأطفال وللجميع يعني وليس به أي مشاهد مخلة.
إخواني أخواتي، سوف نأخذ مثلا مثال قبل أن نتمم يعني الدرس. مثلا سوف أقوم بكتابة لونج شوت شيت بوك جورنال، فسوف نقوم هنا مثلا بمعاينة النتائج. لدينا 1000 ريزلتا فقط فقط للدرس فقط. مثلا سوف نقوم باختيار هاته، لدينا ريسيبس. سوف ناخذ اخواني اخواتي هذا فقط لكي لا نطيل في الدرس. مثلا لدينا هنا ريسيبس اند شيت بلاك ريسيب جورنال كوكينج بوك نوت رايت ان فور وومن، يعني ريسيب يعني وصفات، شيت بلانك ريسيب جورنال كوكينج بوك نوت تو ريد فور وومن فود كوك بوك ديزاين اكسترات لارج. يعني هذا يقول لك يعني انه كتاب خاص بالوصفات النساء. عندما نقوم بفتح الكتاب هنا سوف نجد بان قام الشخص بانشاء الغلاف، ثم قام يعني الصفحه الاولى، ثم قام بانشاء يعني محتوى هو متكرر جميع الصفحة. سوف أريكم من أين نحصل على هذا المحتوى. إذن نحن سوف نقوم بديزاين للغلاف، ثم نقوم بتحميل المحتوى. يعني الدرس سوف يكون طويل قليلا. الآن بعد أن قمنا بإنشاء مثلا اختيار هذا مثلا نأخذه بعين الاعتبار هذا النيتش، يعني الريسيب ريسيبس اند شيت، سوف نقوم بالتأكد هل الريسيبس اند شيت هل هو يعني تريد مارك، يعني هل هو علامة تجارية أم لا. فإن كان علامة تجارية من الأحسن بالمفروض علينا أن لا نعمل به، لأننا إن عملنا به فسوف يتم حظر الحساب وندخل في الكوبي رايت يعني حقوق الملكية. نأتي مباشرة إلى هذا الموقع، هو موقع يعني تريد مارك سيرش ماركارينا ماركاريا، تريد مارك سيرش ماركاريا. سوف أترك الرابط أسفل الفيديو. نقوم بكتابة كوبي كولي للعنوان الذي سوف نقوم نحن بالعمل عليه، ونتركه يقوم بالسيرش. ما تلاحظون إخواني بعد أن قمت بإدخال الحساب فوضعت ريسيبس أند شيت، كما تلاحظون لدينا فونت إيديتي تريد مارك، يعني هذا المصطلح ريسيبس اند شيت غير موجود في الترند ماركر. سوف نقوم هنا يقول لي بان فونت اوفر يعني 1000 تريد ماركر كونتينيور تيرم، يعني وجد اكثر من 100 تريد ماركر، ولكن ليست مثل هذه التركيبه، ليس هذا العنوان مسجل لديهم، ولكن وجدوا مثلا ريسيبس وحدها، ووجدوا الشيت يعني في كلمات اخرى سوف تجدوا هنا. سوف اريكم الان يعني كما تلاحظون جود شيت شيت هابنز ريسيبس، كما تلاحظون ريسيبس وحدها يعني تريد ماركر لشركه هذا في امريكا اسم الشركه، وكل هذه الاشياء لا تهمنا. ما يهمنا ان الريزلتا فوند زيرو، يعني هذا العنوان يمكنني انا العمل به. كما سبق قدركم سأترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو لكي تستعينوا به، ضروري تستعين به دائما. نأتي مباشرة أين كنا، هنا سوف نقوم بأخذ هذه، ولكن لكي لا أتجاوز مجموعة من المشاكل سوف أكون يعني فنان في العمل الخاص بي. فمثلا هنا هو كتاب فارغ للوصفات النسائية، يعني وصفات الطبخ النسائية، لماذا لا أقوم بكتابة بلانك ريسيبس كوكينج بوك، يعني أخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، أو مثلا أكتب شيت بلاك ريسيبس وومن. أتمنى تكون الفكرة واضحة. يعني سوف أقوم مثلا بلاك، سوف أقوم بأخذ هذه، استسمح ليس هنا العنوان، ثم آتي هنا ثم أقوم ب هنا، يعني سوف أقوم بشيت كوكين بوك. كما تلاحظون هذا عنوان جيد، يعني بلاكش ريسيبس شيت كوكينج بوك، يعني كل
الكتاب يعني هو كتاب وصفات فارغ، وهذه الشيء يعني هي في تأخذ يعني فقط كلمة مفتاحية أصبحت متداولة لدى الغرب، وهي تأخذ يعني المرات الأولى. الآن سوف نقوم يعني بمثلا نأخذ بعض الكلمات من هذا الشخص، فهنا يعني فود كوكين إكسترات لارج كوكين بوك فور وومن مثال فقط. يمكنك أن تقوم بوضع نقطة وتقوم بزيادة يعني بعض الكلمات وتقوم بإلغامها كما سبق وذكرت لكم. فالاسم هنا نقوم بالرانكر مثلا كوكين بوك، رانكن أو جوليا الروكين كوكين بوك. يعني لماذا نحن هذه لا تهمنا ولكن تهمنا كوكين وبوك، فها تأخذ بعين الاعتبار على أساس أنها يعني من الكيوورز الخاصة بالكوكينج يعني بالطبخ بالوصفات. نأتي هنا سوف نقوم باستعانة كما سبق وذكرت لكم بالإديتر HTML. إخواني أخواتي بالنسبة للدسكريبسيون يمكنني كتابة يعني الدسكريبسيون عادي كما هكذا، سوف أقوم بكتابتي بخط عادي أو يمكنني التغيير عليه وإضافة عليه يعني بعض التغييرات كما تلاحظون هنا. سوف أقوم يعني بخط أونغرا ثم أقوم يعني بأخذه يعني، أو يمكنك تغيير بعض الألوان أو إضافة بعض التغييرات لأنها تظهر يعني بالأسفل جيدة. ثم نقوم يعني بأخذه هنا ثم نسخه كما سبق وذكرت لكم. يعني Public Domain Works يعني أن هذا ليست لديه حقوق طبع لهذا الكتاب أو هذا، لأنه إن وقع لك أي مشكل سوف يقومون بطلب حقوق الطبع، وأنت ليس لديك حقوق الطبع من الأحسن تكون يعني بأنها ضمين عام يعني مجال عام ليس لدي أي حقوق طبع فيه. إخواني أخواتي سوف نقوم هنا مثلا بأخذ يعني الكيوورد، فمثلا هذا الشخص لديه الكيوورد هنا لديه كوكين بوك ديزاين، أو يمكنك الذهاب إلى جوجل وكتابة يعني كيوورد سورس. كما تلاحظون الكيوورد سورس هي كثيرة جدا جدا، نقوم باختيار أي كيوورد سورس ونقوم بالعمل عليه، تقوم بالبحث في أي مجال. فمثلا نقوم بالذهاب إلى إيباي مثلا بوك، ثم نقوم بكتابة يعني العنوان ثم نقوم بالبحث. كما تلاحظون إخوانا أخواتي ظهرت لنا العديد من الكيوردز التي سوف نقوم باستعمالها. كما تلاحظون قمنا بالبوك ثم قمت بتغييرها وضعتها الريسيبس. سوف نقوم هنا بأخذ بعض الكيوردز مثلا هنا I love book blank كما تلاحظون هنا تقريبا نفس العنوان الذي قمنا بكتابته حاليا يعني كما تلاحظون يعني this is book blank. ثم نقوم يعني بالأخذ هذا بالنسبة للكيوردز هنا الخاصة بهذا الكتاب كما تلاحظون هنا cooking book مثلا هذه special ثم نقوم إلى أن ننتهي بملء كل هاته. الآن إخواني أخواتي سوف نأتي إلى الكاتيجوري. بالنسبة للشوز كاتيجوري سوف نقوم بالبحث عن الكاتيجوري التي لها علاقة بالطبخ، لأن الأشخاص الذين يدخلون إلى الطبخ مثلا كما تلاحظون لدينا الكوكي. سوف أول شيء نقوم باختيار كوكي جنرال، ثم نقوم بالذهاب يعني لديك الحق في اختيار اثنين كاتيجوري يعني individual course de dish and recipes put food special. سوف نقوم مثلا باختيار هنا
بابي فود كما تلاحظون، ثم نقوم بالضغط على سيف. بالنسبة للأوديت سوف نقول بأنها يعني لا تحتوي على أي شيء مخل بالحياة، أو سوف نقوم بالضغط على سيف أند كونتيني. كما تلاحظون الآن نتجه إلى المرحلة الثانية. أول شيء نقوم بالضغط دائما دائما على أساسين سي بي ان لكي يقوم بإعطاء هذا الكود. هذا الكود هو الذي سوف يظهر، سأسمح، هو الذي سوف يظهر في الكتاب دائما، يعني هذا هو الكود الخاص بالكتاب. فلكل كتاب على كي دي بي فلديه سي بي ان خاص به. الآن إخواني أخواتي سوف نأتي إلى هذه المرحلة. أنا لدي كتاب، هل هو كتاب بالكولور يعني المحتوى الخاص به كولور، أو هو محتوى أسود وأبيض، أو يعني السايز الخاص به يعني الديمونسيو الأبعاد الخاصة به. سوف نقوم باختيار يعني بلاك أند ويد أنتينيو ويد وايت بابر. سوف نقوم باختيار مثلا يعني 8 فاصلة، أو سوف أتركها 6 على 9. سواء مثلا نقوم باخذ بعين الاعتبار هذا الكتاب، هذا الكتاب الديمونسيو الخاص به هو 8.5 على 11. سوف كذلك انا اختار 8.5 على 11، يعني الكتاب كبير جدا، ليس كبير بل لان هناك كتب كبيره كما تلاحظون، هو فقط يعني متوسط الحجم. الآن يعني بالنسبة للمحتوى، هنا المحتوى الداخلي وهنا الكوفر الذي سوف نقوم باختياره. بالنسبة للمحتوى الداخلي سوف أقوم بالتوجه مباشرة إلى هذا الموقع، هو الموقع الخاص بديزاينر بوك بوت. هذا التطبيق هو مدفوع ولكن يعطيك هذه الصفحة الخاصة لكي تقوم باستخراج المحتوى مجانا، المحتوى الداخلي. فهنا يمكننا اختيار المحتوى الخاص بنا، هل هو سوف نتركه محتوى فارغ أو بأسطور، أو نقوم بالذهاب هنا والاختيار يعني بين المحتويات الذي سوف نقوم باختيارها. سوف مثلا أقوم باختيار أنا هذا المحتوى، أقوم باختيار الديمونسيو الذي اخترته مسبقا، يعني جميع الديمونسيو التي اخترتها هنا يجب أن تعمل به في جميع المراحل المستقبلية، في كانفا، في فوتوشوب، في المواقع الأخرى. أنا مرجو التركيز معي جيدا، استسمح. ماذا اخترنا هنا؟ اخترنا يعني 8.5 على 11 إنش، لأن أمازون تعمل بالإنش 8.5 على 11، يعني الأخيرة. سوف نقول عدد الصفحات التي نريد نحن، فمثلا سوف أقوم باختيار 120 صفحة، فالعدد الذي يقبله أمازون هو من 27 صفحة إلى ما فوق. سوف أقوم أنا باختيار 120 صفحة، ثم أضغط على دونالد تحميل. كما تلاحظون هذه هي 120 صفحة التي تحملها. سوف نقوم بالضغط هنا وأضعها يعني في الجهاز الحاسوب عندي. الآن إخواني أخواتي بعد أن قمت بتحميل الأنتيريور الخاص بال أو الداخل كي الغلاف الكتاب الذي سوف نقوم بإعداد الغلاف له عن طريق المنصة ديزاينر بوت بولت، يعني بوك بولت، سوف أقوم الآن يعني بإدخاله يعني أو أبلاودن بايبر باك مانسكريبت. كما تلاحظون هنا فيقول لك هنا بأن المانسكريبت يجب أن يكون إما HTML أو دوك، أو دوك يعني يمكنك التغيير عليه. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سوف نريكم كيف تقومون بالتغيير على هذا الانتيريور، يعني لا يمكنك أن تقوم بأن تترك الانتيريور كما هو، خصوصا في الكتب ذات المحتوى يعني التي لديها محتوى متفرد مثل كتب ديزاين، ومثلا نقوم بتغيير الصفحة الأولى والثانية والثالثة. يعني لا أريد أن أطيل الدرس اليوم، إن انتقلت إلى تلك المرحلة فالدرس سوف يتجاوز ساعتين. الآن سوف نقوم يعني بالبحث عن الكتاب، نقوم بأبلود بايبر باك مانسكريبت، نبحث عن أين وضعته. هذا هو البايبر باك مانسكريبت، ننتظره إلى أن يقوم بأبلود يعني يقوم بتحميله. في الوقت الذي هو سوف يقوم بتحميله سوف انتقل مباشرة أنا إلى موقع آخر من أجل أن أقوم بإعداد الكوفر. وهذه المرحلة يجب علي التركيز، لأن هذه المرحلة
هي التي يجد فيها صعوبة المبتدئين. هي سهلة سهلة جدا ولكنها صعبة في الأول. سوف نقوم بالتوجه مباشرة إلى نقوم بالدخول إلى صفحة الباباباك البيبرباك كوفر تمبليت الخاصة بKDP أمازون. نقوم باختيار الديمونسيون الذي قمنا باختيار، يعني يجب أن تتذكر الديمونسيون هو 8.5 في 11. عدد الصفحات الذي قمت باختيارها هو 120 صفحة. هل الداخل أبيض أو كريمي أو كولور؟ يعني هو أبيض. نقوم بدونالد الكوفر تمبليت، سوف يقوم بتنصيب تحميل الكوفر الخاص بنا. سوف نقوم بأخذ هذا الكوفر، يتم تحميله عن طريق اكستنسيون ويرار، يعني نقوم بوضعه في المجلد الأول كي دي بي. نقوم باختيار كي دي بي، جيد. ما تلاحظون الآن لدينا الجورنال، يعني الانتيريو الذي قمنا بتحميله مسبقا، ثم لدينا الانتيريور ولدينا صورة هنا. هذه الصورة يعني الحجم ديالها هو 50.7 ميجا أوكتي، يعني كبيرة جدا جدا، يعني لا يمكننا أن نقوم بإدخالها في منصة كانفا أو في أي منصة أخرى، فقط في الفوتوشوب. سوف نقوم الآن التوجه مباشرة إلى كانفا. بالنسبة لموقع كانفا، هو موقع رائع جدا، يمكنك من إنشاء ديزاين الذي تريده بطريقة مجانية ودون أي عناء، يعني يوفر لك جميع ما تريد كما تلاحظ كل هذه كوفر يقوم بإنشائها. سوف نقوم بكرييت ان ديزاين، ثم نقوم لا نختار أي شيء من هذه، فقط نقوم بوضع ديمونسيون بيرسونيل. الآن من أين سوف نقوم بالحصول على الديمونسيون لدينا؟ الآن إخواني أخواتي سوف نتجه مباشرة إلى هذا الموقع، هو بوك أو الخاص بKDP كوفر سايز كالكوليتور، الذي يسمح لك بإعطائك الديمونسيو الخاص بصفحتك دون أي عناء. سوف نتجه مباشرة، فمثلا اخترنا احنا 8.5 في 11 إنش، سوف نتجه مباشرة إلى هنا. سوف نقوم بكتابة 8.5 وهنا 11 إنش. هنا عدد الصفحات هو 120، الصفحات بيضاء، ثم نقوم بالضغط على كالكوليتر. كما تلاحظون هنا بالنسبة للبيكسل فهو 5257 بيكسل، ولدينا هنا 3375 بيكسل. سوف نقوم بالذهاب إلى كانفا، نقوم بأخذ هاته، نقوم باختيار بيكسل، ثم نقوم بأخذ هاته، ثم نقوم بالضغط على كري. الآن إخواني أخواتي بعد أن قمنا بفتح كانفا انطلاقا من ديموسو كما تلاحظون هنا التي استخرجناها من موقع التسميع، يعني بوك أو، يعني من أجل إنشاء الديزاين الخاص بالكوفر الخاص بنا، سوف نستعين كذلك بالفوتوشوب. نقوم بأخذ صورة الكوفر التي تم استخراجها مسبقا. بالنسبة لصورة الكوفر فحجم الخاص بها هو 50 ميجا بايت. بالنسبة لكانفا لا يتجاوز الصور التي يتم تحميلها إليه لا يتجاوز 7 أو 6 ميجا بايت. الآن سوف نقوم بإدخالها إلى الفوتوشوب، ثم نقوم بانغوجيسخي، يعني انغوجيسخيسو يا إما PNG أو JPG. كما تلاحظون بأن PNG هو الحجم الخاص بها 29 كيلوبيت، صغير جدا بنفس الديمنسيون، وهذا ما نريد. نقوم بأنغوجيسخي ثم نقوم بتحميلها إلى كانفا. الآن سوف نقوم بتلشارجين إيماج أو فيديو، نقوم بالبحث عليها من الحاسوب الخاص بنا. هذه هي التي قمت بتسجيلها، هذه بـ50، يعني الحجم الخاص بها هو 50 ميجا بايت، وهذه الحجم الخاص بها هو 130 كيلو بايت، يعني صغيرة جدا، وسوف يتم تحميلها بسرعة. أوجه إخواني أخواتي تحية خاصة للأخ عصام في أمريكا، أحيي من هذا المنبر الذي قال لي بأن الدروس يجب أن تكون
قصيرة وصغيرة، ولكن للأسف هذا الدرس نظرا لكم المعلومات المتواجدة فيه وأنه لا يتحمل أن يكون مقسما إلى دروس لأنه مترابط، خصوصا يعني طريقة إنشاء الكوفر وتحميله على منصة كيت دي بي أمازون. الآن نقوم بالضغط عليه، كما تلاحظون أنها سوف تأتي إلى مرمى العمل، يعني هذا هو المكان الذي نعمل فيه. نقوم بأخذها إلى هنا ثم نقوم بجذبها مباشرة، كما تلاحظون بأن الديمونسيون الخاص بها تناسب مع الديمونسيون الخاص بالصورة. الآن نقوم بالضغط عليها هنا ونقوم باتجاه، ركزوا معي جيدا، سوف نقوم يعني ب نقوم بترونسبارون، يعني نجعل هذه الصورة شفافة جدا لكي يظهر لنا يعني ما نعمل به، أو يمكننا أن نحذفها كما تلاحظون، يعني تكون شفافة. نقوم ب تمرير الزر الى ان تصل مثلا الى 10. لماذا؟ سوف اقول لك، سوف اشرح لكم جيدا، ركزوا معي جيدا فيما سوف اقوله. كما تلاحظون هنا لدينا الاطار باللون البني، هذا الاطار باللون البني ممنوع عليك ان تكتب فيه شيئا او ان تضع فيه اي صوره او اي شيء معين. لماذا؟ لان امازون عندما يقوم اي شخص بشراء الكتاب الخاص بك والكوفر الخاص بك تقوم هي بطباعته ويتم القطع انطلاقا من الخطوط المتقاطعة، يعني يجب الكتاب أو محتوى الكوفر الخاص بك أو الكتاب يجب أن لا يتجاوز الخط البني أو الخطوط المتقاطعة. لذلك نقوم بإدخال هذه الصورة لكي نبقى يعني نشتغل في راحة وتكون يعني مرمى أعيننا. فعندما نقوم بانتهاء من العمل نقوم بحذفها هكذا، يعني نقوم بسيباري أو ترانسباري للجودة الخاصة بها إلى أن تختفي. الآن إخواني سوف نقوم يعني العمل الذي سوف نعمل به، سوف مثلا نقوم بأخذ العنوان كما تلاحظون بلاك ريسبشن شوت، نقوم بالتوجه هنا. بالنسبة لهنا الخلفية لدينا خلفية بيضاء، يمكننا إضافة شيء معين أو يمكننا يعني سوف أريكم شيء معين أو يمكن الاستعانة بالأريال بلو. فالأريال بلو الخاص بكانفا فهو مجاني، يمكننا أخذ مثلا الألوان، اختيار الألوان كيفما كانت، أو يمكننا عمل مثل هذه. فعندما تقوم باختيار أي أريال بلو كيفما كان فإنه يتوجه مباشرة إلى المكان الذي تعمل فيه او المكان او الكوفر الذي انت تعمل فيه بالديمونسيون الذي تعمل فيها. اخواني اخواتي بعد ان قمت يعني باختيار هذا الاريال بلون سوف اقوم باخذ يعني مثلا العنوان هنا، ثم تجي الى كانفا، اقوم يعني بالضغط على ترانسبارو اضافه ترانسبارو لكي يظهر لي يعني الجوانب التي لا يجب علي ان اتجاوزها. مثلا تكست، اقوم باختيار التكست الذي اريد من هنا، الآن اختار هذا، قوم بحذف الجوانب، قم مثلا بتيشارجي وقم بإضافة شيء معين مثل هذه الورود. بالنسبة لهذه الورود فهي باللون البيضاء، سوف أقوم باستعانة بالفوتوشوب، قم بحذف الخلفية، ثم أقوم بإرجاعها مباشرة. قم بالاستعانة بليزيليمو هي الأشياء التي متواجدة بكانفا، يعني يمكنك استعمالها. كما تلاحظون يمكنك اختيار كل ما تريد حسب يعني المجال الذي تعمل عليه. فمثلا سوف نقوم افيشيتو بالنسبة لهذه الصغور، نقوم مثلا باختيار احدى هذه مثلا
أو يمكنني اختيار هاته. بالنسبة لي هنا فقط يعني أقوم يعني للدرس فقط يعني. كما تلاحظون أنني أعمل ولا أتجاوز الإطار المسموح به. الآن سوف أقوم يعني هذا الإطار فقط لكي يعطيني ليميت للعمل الخاص بي. سوف أقوم بالضغط على ترانسبارون وتغييرها إلى كما تلاحظون هذا هو الكوفر الذي سوف يظهر بالنهاية. الآن بعد أن قمت بإنهاء الكوفر يمكنني كذلك تغيير اللون الخاص بالكتابة، ويمكنني مثلا تغيير اللون إلى كما تلاحظون. الآن الكوفر الخاص بي دائما تفقد لا تخرج الكتابة عن الإطار الكوفر الخاص بك، ثم مباشرة أقوم بتحميل هذا الكوفر إلى الجهاز الخاص بي. أنا أقوم باختيار يعني PDF بور امبريسيون ثم الضغط على تيشارج. الآن سوف نتجه مباشرة إلى الملف. كما تلاحظون لقد تم تحميله بصيغة PDF وبحجم 5.47 ميجا أوكتيل. الآن مباشرة سوف نقوم بالذهاب إلى البيبر باك كونتنت، ثم نقوم بتوجيه يعني المحتوى الخاص به، ثم نقوم بأبلود. بالنسبة لهذه المرحلة الأولى فهي تقوم بلانش كوفر كرياتور، يعني هناك كوفر كرياتور الخاص بأمازون كي دي بي نحن لا نحتاجه. أبلود كوفر أريدي ها برانت ريدي بي دي اف أولي، يعني يمكنك فقط أخذ بي دي اف فقط. سوف نقوم بالبحث عنه. كما تلاحظون هذا هو الانتيريور البوك الخاص بنا. الآن هذا هو الكوفر الخاص بالبيبر باك، نتركه إلى أن ينتهي من التحميل. إخواني أخواتي بعد أن يتم يعني تحميل أو أبلود الكوفر الخاص بنا على منصة كيت دي بي، الآن مباشرة يجب علينا الضغط على لانش بريفيور لكي يتم ضبطه مع السايز الذي قمنا بإعداده مسبقا الذي هو 8.1/11. الآن يعطينا البريفيور للكوفر الخاص بنا لكي نلاحظه. هنا بالجانب كما تلاحظون بليتشيك إن ظهر لك إن إيرور فيكسين إيرور، فاعرف أن هناك ديزيرور في الكوفر الخاص بك أو الكوفر الخاص بك، واعلم بأن هناك إن أتاك إيرور بالأسفل يعلم بأن هناك إيرور بالانتيريور. فعندما يقوم يجد بالبروغرام او الروبوت الخاص بالكيت دي بي امازون يجد اي مشكل فانه يعطيك فيكسين ايرور بالكوفر، ويعطيك في حاله وجود اي مشكل بالانتيريور داخل الكتاب يعطيك فيكسي ايرور انتيريور يعني داخل الكوفر. فمثلا هذه هي الواجهه للكوفر. الان سوف نرى يعني واجهه الكتاب من الداخل. كما تلاحظون هذا هو الكتاب من الداخل، فيها 120 صفحه يعني اخر صفحه هي هذه. هذه هي اخر صفحه كما تلاحظون. هذا هو الكوفر. الان اقول له باني ابروف يعني اقبل بهذه الموافق على هذا المظهر الخارجي. مباشرة ننتقل إلى كما تلاحظون يقول لي بأن أمازون سوف تأخذ 2.29 دولار من كل مبيعة. أنا ليس لدي أي مشكل لأنني العملية كلها مجانا، تأخذ ولو 3 ولا 4، أنا من سوف أحدد الثمن النهائي. الآن أضغط على سيف ثم أنتقل مباشرة لوضع الثمن النهائي للكتاب.
كما تلاحظ إخواني أخواتي، يعني تتركها كما هي، يعني يتم توزيعها عالميا. بالنسبة لدينا هنا، لدينا أمازون، أمازون بانكو، أمازون بانكو إي كي، ديتش، فرنس، هذه بريطانيا، فرنس، إسبان، إيطالي، جابان، كندا، هناك العديد. الآن سوف أترك أضع الثمن. كما تلاحظ لدينا المينيمو 3.82، يعني لا تضع ثمن قليل، يعني أبسط ثمن سوف تضع هو 4.99. ومثلا فوضعنا 4.99، سوف تلاحظون أن الربح لديك 0.7، لذلك من الأحسن أن تضع 6.99 لكي يكون صافي الربح الخاص بك هو 1.90، أو ضع مثلا ضعنا 8، و8 هو كبير جدا لأنك هنا تضع كما تلاحظ فهي 3.10. الآن فمثلا سوف نضع 6.99، صافي الربح هو 1.90 دولار. تقوم بوضع على الديستريبيتور، يعني موزع، فهي مثلا إن أرادت شركة معينة أو قطاع آخر معين أخذ هذا الكتاب الخاص بك وتوزيعه، فسوف تأتيك صافي ربح الذي هو 0.51 على كل مبيع. من الأحسن تقوم بالضغط عليه. الآن سوف نقوم بالضغط على Publish Your Bear Back Book ثم ننتهي مباشرة. إخواني أخواتي، كما تلاحظون الآن تم وضع الكتاب نهاية الريفيو، يعني سوف تنتظر مدة 24 ساعة إلى أكثر من 24 ساعة، وسوف يتم قبول الكتاب الخاص بك إن شاء الله. إخواني أخواتي، يجب عليكم أن تقوموا بتطبيق جميع هذه المراحل التي ذكرتها من الأول إلى آخر، واستسمح إن كان الفيديو طويل لأن هذا المحتوى الذي وضعته لا يمكن أن ينفصل إلى فيديوين أو ثلاثة أو أربعة. إخواني أخواتي، أستودعكم في الله إلى الفيديو القادم إن شاء الله.